مايك وولتز ليس سيناتور، هو كونغرسمان يمثل ولاية فلوريدا، وهو عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التسلح. هذه اللجنة تقرر مسار السياسة الأمريكية الخارجية، ولها تأثير كبير في إدارة الشؤون الخارجية التي يتبعها البيت الأبيض. فإذا له نفوذ كبير في الكونغرس الأمريكي، ويبدو هو يمثل الحزب الجمهوري طبعا، ولكن يبدو هناك أعضاء بارزين من الحزب الديمقراطي يوافقونه الرأي، ويتهمون رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس فائق زيدان بأنه يدفع بمصالح إيران في العراق، ويساعد الميليشيات الموالية لإيران. ولذلك يعتزم الكونغرسمان تقديم مشروع قانون التعديل، مشروع قانون المخصصات الخارجية، من شأنه أن يصنف مجلس القضاء الأعلى ورئيسه على أنها أصول تسيطر عليها إيران. هذا الإجراء قد يؤدي فيما بعد إلى فرض عقوبات على المسؤولين. هذا هو موقف الولايات المتحدة، ويبدو بأن الرئيس بايدن يوافق على مشروع ريبريزنتيف مايك وولتز.